السيدة دلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصحاب المعالي، السيدات والسادة، ضيوف مصر الكرام، نرحب بحضراتكم جميعاً في مهد التاريخ والحضارة مصر وفي العاصمة الإدارية الجديدة عنوان الجمهورية الجديدة. أرحب بحضراتكم في الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد خارج الدول المؤسسة، والذي تنظم وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع بنك التنمية الجديد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. يعد هذا الملتقى حدثاً فريداً من نوعه وخطوة هامة نحو تعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة من خلال التعاون بين البنك والدول المؤسسة. يجمع هذا الملتقى عدداً كبيراً من ممثلي مؤسسات التمويل والحكومات والقطاع الخاص وقطاع الأعمال وصناع القرار وممثلي وسائل الإعلام لبحث وتعزيز دور التعاون الدولي في دفع جهود التنمية مع التركيز على دور بنك التنمية الجديد، كما أنه يعكس الاهتمام الكبير الذي تولي القيادة السياسية لتعميق التعاون بين بنك التنمية الجديد للاتجاه نحو آفاق جديدة. سنبدأ البرنامج في هذه الجلسة وهذا الملتقى بجلسة افتتاحية تتضمن كلمات ترحيبية من قادة مرموقين لنتعرف على رؤاهم وأفكارهم حول الموضوعات المحورية التي ستتم مناقشتها خلال هذه الجلسة. ولكن قبل أن نبدأ مع حضراتكم بالكلمات، نعرض على حضراتكم الآن فيلماً تعريفياً قصيراً عن بنك التنمية الجديد وجهوده باعتباره أحد بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز جهود التنمية بين الدول النامية والناشئة. At the New Development Bank, we listen to the voice of emerging markets and developing countries. We build new opportunities and new connections through innovative thinking, collaboration, strong leadership, and a committed team. We mobilize resources to maximize social and environmental impact, financing sustainable infrastructure and growth from the physical to the digital. We're driving inclusive economies and low carbon transitions. We prioritize our members' currencies for financing. We uphold the aspirations of our members for development to help them make a difference for the people who matter the most. The first multilateral development bank built by developing economies, for developing economies and emerging markets. A powerful voice for our members on the global stage. Shaping a new era of global development. The New Development Bank. والآن السيدات والسادة، دعونا نرحب معا بالسيدة ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد ورئيس البرازيل سابقا، والتي ستستهل معنا الملتقى بكلمة افتتاحية. Your Excellency, Mr. Mustafa Madbouli. مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية. معالي الوزير محمد معيط دكتور وزير المالية. معالي وزيرة التعاون الدولي. معالي السيد سينك رئيس المفوضية الخامسة
مؤسسة النمو الاقتصادي في الهند، السادة الضيوف، السادة الوزراء، السادة الزملاء، صباح الخير. بالنيابة عن بنك التنمية الجديد، فإنني أود أن أقوم بالترحيب بحضراتكم جميعا عن شكري واعتزازي لحكومة جمهورية مصر العربية لمشاركتها في تنظيم هذا المؤتمر كمؤتمر أول في مصر، فإن هذه الفعالية تمثل خطوة باتجاه الآفاق الجديدة في التعاون فيما بيننا. دعوني أقول بعض الاعتبارات المبدئية حول الاقتصاد العالمي ونمو الجنوب العالمي. إن الهشاشة التي يواجهها العالم بتعدد المشاكل التي تواجهها الاقتصاديات والتي يسمون عليها روبونوت هي مكون للحلول للتحديات الاقتصادية والأثر التي تواجهه البشرية، بالإضافة إلى في الاقتصاد والتغيرات المناخية والفقر. وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان خروج مراكز جديدة حيث تقدم قدرة اقتصادية وموجة لل التنمية الاقتصادية والصناعة وتحارب الفقر والتغيرات المناخية. إن الاقتصاد بمراكز تنمو سوف تواجه الصدمات العالمية وتقلل عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، كما أنها تعزز تجارة واستثمارا أكثر مساواة إذا كانت الدول لديها القدرة للوصول إليها والتركيز على الدول البريكس، فإنها تستطيع أن تقوم بتقديم أساس قوي لفهم الآثار ومضاعفة القدرة. عندما تم تشكيلها في 97 كانت تمثل 62% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ولكن قوة الشرائية فإن دول البريكس الآن تعد 31.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي و30.7 بالنسبة لمجموعة السبعة، وهذا سوف يستمر في النمو طبقا استطلاعات البنك الدولي العالمي، صندوق النقد العالمي، صندوق النقد الدولي، وتعد حوالي 37% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، في حين أن جي 7 ومجموعة السبعة سوف تنخفض إلى 27% في المتوسط. إن آلية العولمة هي أيضا نسق آخر علينا مراعاته. فالاستقرار مشاركة مع الاقتصاديات واقتصاد الصين، فإن هذه الآلية قد منحت تصاعدا مما أنتج الكثير من الخلل في الاقتصاديات والأقاليم التي نطلق عليها الجنوب العالمي. والتعزيز من خلال زيادة التجارة والتمويل العالمي ما بين الدول النامية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية، والنتائج تعزيز ومضاعفة رؤوس الأموال مما يفتح الطريق أمامها لمضاعفة التجارة والتمويل في أنظمتها. وفي نفس الوقت فإن أسواق النامية كانت هي المحركات من وراء النمو الاقتصادي والتنمية، ومشاركتها في التجارة العالمية تزايدت من 37% في 2016 لتصل إلى 41% في 2022، بالرغم من أن الدول المتقدمة قد انخفضت دخولها ومشاركتها في التجارة العالمية، فانخفضت من 62%
50 في 2016 إلى 58 في 2022 والأكثر من ذلك طبقا لورقة أصدرها البنك الدولي، فإن سلاسل الإمداد بسبب الأزمات والسياسات فإن التجارة وصلت إلى ذروتها في 2022 بعد سنوات من النمو البطيء. وقامت الولايات المتحدة في 2022 باستيراد حوالي 40% من وارداتها من الخارج، لذا فإنه لم يكن هناك أي أثر أساسي، في حين أن التجارة العالمية فإن الولايات المتحدة والعلاقات مع بينها وبين الصين متوترة، فإن حصة الصين انخفضت من 21.6% إلى 16.6% ما بين 2017 وما بين 2022، بالعودة مرة أخرى إلى 11 في 2007 قبل الأزمة الاقتصادية العالمية. إذن فإن التقرير يجد أن هناك انخفاض في الصادرات من الصين، ولكنها بدأت تدخل في دول أخرى. والأكثر أهمية فإن الاقتصاديات النامية والمراكز الإقليمية الجديدة حيث يكون المستفيدون من هذه المسألة موجودون. الخلاصة هو أن هناك دليل قوي من خلال الأرقام التي تقترح أن الولايات المتحدة وصادراتها بعيدا من الصين ربما لم تقلل اعتمادها على الصين بقدر أنها قامت بالنسبة للأرقام، لأن الدول بدأت في العمل مع الصين وقد شاركت في هذا النمو في صادراتها للولايات المتحدة، وقد تم توقع ذلك. فإن الصين هي أكبر وأكثر تنوعا في عمليات إنتاجها. التقرير يحدد أيضا أن الصين زائد واحد هو النسق الجديد، وهذا مثل المبادرات المختلفة التي قامت بها بعض المؤسسات المالية مثل NDB أو بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية الجديد وبنك الإسلامي وأجيا إنترناشنال إنفستمنت التي تدعم هذه التغييرات في الخدمات والاستثمارات. ونتائج هي تغيرات في سلاسل الإمداد والإمداد مما يمهد الطريق لوجود تعدد في الأعمال، وأيضا التطورات التكنولوجية والبحث في من دول أخرى مثل الصين والهند قد ساهمت في ذلك، بالإضافة إلى الكثير من البرامج في المراكز الإقليمية. على سبيل المثال رؤية مصر 2030 فقد ساعدت في ابتكار التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة، من مشاريع الاستدامة التنمية المستدامة إلى الصناعة. إذن فإن التقدم التكنولوجي هو عنصر آخر هام مما يأخذ العالم إلى تعدد الأطراف والتواصل والنقل والذكاء الاصطناعي، كانت جعلت العالم أكثر فعالية وأكثر إنتاجية وأكثر ترابطا عن ما كان في سابقه، وهذا ما يسمح لدول الجنوب بقدرات تكنولوجية أن تتنافس وأن تتعاون على مساحات كبيرة وأن تستمر في الذهاب إلى دول جديدة في الجنوب، فإن هذا سوف يجعلها مركزا قوة ويحدد أو يتيح زيادة عدد الدول المشاركة. التعقيد الموجود في العالم مثل الفقر وتقليل نسب الفقر والتغيرات المناخية تتطلب منا منهجية قوية للعمل عليها، ولا يستطيع دولة بحاب وحدها مواجهة هذه التحديات، فتعاوننا هام من أجل تطبيق الحلول التي تفيد الإنسانية بأسرها. إن هذه المنهجية المجمعة ما بيننا سوف تمكن الدول لمشاركة في حل المشكلة
المشكلات التي نواجهها، وهذا سيظل تحديا وطريق وعرا، ولكننا سوف نستمر في العمل والمشاركة منذ الحرب العالمية الثانية، ونحن نعمل من أجل الوصول إلى ذلك لتقدم الوضع الاقتصادي في دول الجنوب باتجاه التنمية. إن كلمة مالي أو إن العالم من الناحية المالية أدى إلى واقع أن المنظومة العالمية تعتمد على العملة الموحدة طبقا لاهتمامات تلك الدول التي قامت بصكها، والمشكلة الرئيسية التي بذغت هو بسبب ذلك في تلك الدول المتطورة التي تأثرت من ارتفاع نسبة النسب قد أثرت على الدول في الجنوب. في واقع الأمر فإن تلك الدول أيضا أصدرت رسوما جديدة، فقد قاموا بزيادة في واقع الأمر فإن الأمم المتحدة وتقريرها الذي صدر أن ثلث كل الدول النامية في ثلثي الدول الفقيرة لديها دين، نسبة دين مرتفعة بسبب هندسة الوضع المالي الحالي. وعلينا أن نعرف أننا لدينا القدرة أن نقوم بتقييم، فإننا ندفع نسبة أكبر كثير من الدول المتطورة بما في ذلك دول أفريقيا التي تقوم باقتراض بأسعار أعلى بأربع أضعاف من الدول الأخرى، وفي بعض الأحيان ثمان أضعاف ألمانيا على سبيل المثال، وهذا ما يجعل المسألة صعبة لكي يقوموا باستثمارات أكبر. وكعائد من ذلك فإنها تقلل من قدرتهم على الاستدامة والتنمية والنمو، ومن الضروري أن نقوم برأب هذا الصدع والاستجابة لمساحتهم المالية واعتماديتهم التي تقوم بها الدول المتقدمة. قد قدمت سيولة كبيرة لكي يقوموا بإغراق اقتصادياتها، والمصادر المالية المتاحة الجنوب أصبحت قليلة وتتركز في الأسواق البادغة، لذا فقد خلقت عدم توازن في وجود المنظومة المالية الحالية. ولهذا فإن البنك التعاون بنك التنمية الجديد قد قدم خطوطا جديدة ما بين البنوك المركزية. باختصار فإن هذه المنظومة فإن الدول المتقدمة لديها الكثير من الإشكاليات، لذا فإن المشكلة لا يمكن حلها إلا من خلال منظومة متعددة الأطراف تتيح القدرة للتقدم لتلك الدول. وهذا النظام سوف تم توضيحه من قبل وجود أو وصولنا إلى عولمة أكثر عدالة وحل هذه المشاكل التي لا يمكن أن نقوم بتناولها إلا من خلال البناء المشترك والتعاون الدولي. نحن نحتاج إلى بدائل للمنظومة أو للنظام العالمي الحالي الذي يفرق ما بين الشمال والجنوب ويعمق الصراع. لذا فإن البنك التنمية الجديد ولد في 2014 من رحم التزام لمبادئ الاحترام المشترك والتعاون من أجل التنمية، ومهمته هو حشد الموارد للبنية التحتية والمشاريع التنمية في الدول الأعضاء. ومصر دخلت بين في بريكس
تتماشى مع مهمتنا إن مصر هي معبر قارتين وهي موجودة في مكان يمكنها أن تلعب في نظام عالمي جديد. إن مصر من بين الدول الأولى التي قامت بالانضمام بالبريكس ومن بين أول الدول في NDB في وعضويتنا كدولة. نحن ندعمها بكل ما أوتينا. إن مصر أيضا تلعب دورا هاما في الاقتصاد العالمي، فإن موقعها الاستراتيجي في على بوابة أفريقيا بالإضافة إلى قناة السويس تتيح ميزة للتجارة. ومصر أيضا إحدى الدول الأكثر صناعية في أفريقيا والسابعة من ناحية التعداد السكاني، والتي تتسم بقوة قدراتها ومهارة عمالها، وسوف تستمر في الاستفادة من خلال الميزة الجغرافية التي حظيت بها. إن مصر وتعاونها مع دول البريكس وهي فعالة لتكتلات التجارة، فإن دول البريكس تمثل 7.5%، مصر 2.81% في 2023 من ناحية إجمالي التجارة الصادرات، فإن البرازيل والصين هي ما بين الشركاء 20 الأكبر. وبتوسيعات قناة السويس وإنشاء المنطقة الحرة في السويس، فإننا نلحظ توزيعا وتنوعا في صناعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالأمس مع نائب رئيس NDB كنا قادرين على زيارة بعض المباني الخضراء الجديدة والمدن الجديدة في هذا الصدد. كنا قادرين على رؤية كيفية أن الحكومة المصرية تقوم ببناء عاصمة إدارية جديدة تبين على قدرتها في التقدم والتطور والسياسات. فإن رؤية مصر على صعيد السياسات، فإن رؤية مصر 2030 لديها استراتيجية شاملة، وهي خطوة باتجاه التنمية الشاملة وتحويل الدولة إلى اقتصاد شامل قادر على المنافسة. ومصر تقوم ببناء الكثير من تقوم ببناء منظومة اقتصادية متنوعة بمشاركة والعدالة والحفاظ على المصادر والموارد التي حظيت بها مصر. إن البنك ملتزم بمساعدة مصر بخبرتنا في المشاريع التنموية مثل البنية التحتية والطاقة. نحن نؤمن أن هذه الشراكة سوف تدعم الدولة للوصول إلى التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل لكل المصريين. إذن فإن هذا الملتقى يعد فرصة لكل الدول أن تتعلم من مصر حول ما أحرزته مصر والإلهام للتعاون. إنني أيضا يسعدني أن مساء اليوم زميلي مساعد الرئيس فلاديمير سوف يتحدث أكثر عن البنك وتقديم رؤية شاملة للاستراتيجية والأعمال التي يقوم بها البنك. اسمحوا لي رجاء أن أقدم لكم بعض النقاط الخاصة بالبنك التنمية الجديد. إننا لدينا رؤية للدول في الجنوب في سعيها باتجاه التنمية، والفلسفة تعني أن البنك لا يقوم بفرض أي نوع من الشروط من أجل عمله، وأنه يعمل بشكل غير مشروط. نحن نستهدف معايير مرتفعة، ووضعين أمام أعيننا الأنظمة الخاصة بكل دولة. نحن نتبع قدر الإمكان التشريعات الخاصة بكل الدول والإجراءات من خلال العمل. فإن موقعنا من الدول الأعضاء
والتمويل هام، ومن المهم أن نقوم باحترام حق كل دولة في وضع استراتيجياتها، وأن يتم كتابتها داخل الحمض النووي داخل كل بنك لنا، داخل بنكنا، من خلال الاهتمامات الخاصة بكل الدول. إن أولوياتنا هي أولويات أعضائنا، ومنذ بداية عملها في عملنا في 2015 فإن NDP لديها مشاريع في أكثر من 35 بليون دولار أمريكي، حوالي 19 بليون دولار أمريكي قد تم توزيعها أو إنفاقها، وسوف نستمر في ذلك وفي زيادة حصة القروض بالعملة المحلية والتوسع مع الأعضاء الجدد بما في ذلك مصر وبنغلاديش. وعلى ناحية التمويل فإن البنك سوف يستمر في العمل في رؤوس الأموال، وهو أيضا يقوم بالصرف طبقا لاحتياجات السوق مثل السندات الخضراء على سبيل المثال، ومشاركة باتجاه الأهداف المشتركة والشراكات من الناحية الاستراتيجية للعمل طبقا لما تحتاج إليه مصر. إننا هنا اليوم لكي يكون هناك فهما متعمقا ما بين البنك وما بين مصر، ونتماشى مع التنمية المستدامة، أهداف التنمية المستدامة كما تم النص على ذلك في أوراقنا، وأن ننظر إلى النواحي الخاصة بنقل الطاقة والانتقالات والمياه والبنية التحتية الرقمية. وفي الختام فإن البنك يشرف أن يقوم بمشاركة مصر التي قامت بوضع رؤيتها رئاسة الجمهورية تماشيا مع مهامنا، كما أننا ملتزمون بالمشاريع التي تتماشى مع أهداف مصر بما فيها شبكات النقل وقطاع الطاقة. من خلال المبادرات الجديدة سويا نستطيع أن نقوم ببناء مستقبل أكثر شمولية. إنني أتمنى لكم سيمينارا مفيدا للجميع. شكرا. شكرا للسيدة ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد ورئيس البرازيل سابقا، وبالتأكيد نشكركم على هذا الدعم، ونتطلع للتعاون المثمر في اتجاه رؤى وآفاق جديدة. ننتقل مع حضراتكم الآن إلى الكلمة الثانية والتي سيلقيها معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية محافظ مصر لدى البنك، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، رئيس بنك التنمية الجديد الرئيسة سيدة ديلما روسو، معالي وزير التعاون الدولي الدكتور أمير المشاط، الضيوف والمتحدثين الكرام، السيدات والسادة، إنه من دواعي سروري أن أرحب بكم جميعا في القاهرة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو دليل على التطور المستمر الذي استشهده مصرنا الحبيبة وسط التحديات المتعددة والفرص الجديدة التي يتم خلقها في وسط كافة الأحداث التي يشهدها عالمنا في الآونة الأخيرة. ويشرفني بشدة بوصفي محافظ مصر في بنك التنمية الجديد أن أخاطبكم جميعا ونحن نبدأ رحلة لاستكشاف آفاق جديدة وتعزيز جهودنا
الجماعية نحو التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. لعب بنك التنمية الجديدة منذ إنشائه دوراً محورياً في تلبية احتياجات البنية التحتية والتنمية المستدامة للاقتصادات الناشئة وخاصة الدول الأعضاء للبنك، حيث أنها شهادة على قوة التعاون المتعدد الأطراف والرؤية المشتركة للدول الأعضاء. وفي هذا السياق فإن تعاون مصر مع بنك التنمية الجديد والذي انضمت مصر له ليس مجرد شراكة استراتيجية ولكنه التزام بتعزيز النمو الشامل والمرونة في اقتصادنا بشكل خاص واقتصادات الدول الأعضاء بشكل عام. واجهت مصر مثل العديد من الدول تحديات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، وقد اختبرت التحديات الماضية والحالية قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ولكنها أتاحت لنا أيضا فرصا لإعادة التفكير والابتكار وإعادة البناء. فنصب تركيزنا حاليا على تحقيق الاستقرار في اقتصادنا وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المناسبة لتعزيز النمو والمشاركة بشكل أعمق مع القطاع الخاص وطمان ترجمة النمو الاقتصادي في فوائد ملموسة لجميع شرائح مجتمعنا وخاصة من البشرية. وتتوافق أولويتنا الاستراتيجية مع المهمة الأساسية لبنك التنمية الجديد، ونحن ملتزمون بالاستثمار في البنية التحتية التي تدفع النمو الاقتصادي الشامل وتخلق فرص العمل وتشجع التوصل الحضري المستدام. بالإضافة إلى ذلك فإننا نركز على التحول للطاقة النظيفة والمستدامة مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة التي نحاول أن تلبي مطلبنا المتزايد التي لا تلبي طلبنا المتزايد فحسب، بل تعالج أيضا ضرورات تغير المناخ. ويعد هذا المشروع وغيره من المشاريع في البنية التحتية والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتعزيز دور القطاع الخاص من المجالات الرئيسية التي تركز عليها الحكومة المصرية في الفترة المقبلة. وفي العام المالي الجديد فإن موازنة مصر تستهدف تحقيق تلك الأهداف من خلال استهداف تحقيق معدل نمو حقيقي قدره 4.2، وهو المعدل الذي نحاول حتى أن نتعداه لتلبية تلك المتطلبات. ويعتبر بنك التنمية الجديد شريك بالغ الأهمية في دعم أجندتنا التنموية، ومن خلال أدوات البنك المالية وخبراته المتعددة تمكننا من تحديد والبدء في وضع الأسس للمجالات والمشاريع الرئيسية التي تعتبر حيوية لتنميتنا الاجتماعية والاقتصادية ولتشمل قطاعات حيوية للتنمية الاقتصادية المصرية مثل النقل والخدمات اللوجستية وإدارة المياه والطاقة النظيفة والتنمية البشرية. وكلها تشكل استثمارات مهمة، ويعتبر بنك التنمية الجديد عنصراً أساسياً في مساعدتنا على بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة في ضوء تلك الأهداف لمواطنينا. إننا نرى إمكانات هائلة لمزيد من التعاون بين الدول الأعضاء للبنك وبين دوله، حيث ضمت رؤيتنا للمستقبل تسخير قوة التكنولوجيا والابتكار لدفع التحول الاقتصادي. ونحن ملتزمون بخلق بيئة مواتية للتحول الرقمي في كافة مجالاتنا وتعزيز ريادة الأعمال وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، كما أننا ندرك أهمية التعاون الإقليمي. ومن خلال الاستفادة من منصة بنك التنمية الجديد فإننا نهدف إلى تعزيز تكاملنا مع الدول المجاورة وتعزيز التجارة والاستثمار والرخاء المشترك، وبالأخص القارة الأفريقية الممثلة من خلال ثلاث دول: مصر وجنوب أفريقيا وأثيوبيا، حيث تمتلك إمكانات هائلة لبنك التنمية الجديد للتوسع فيها. وبفضل مواردها الهائلة وسكانها الديناميكيين فهناك فرص هائلة للنمو التعاوني والتنمية. وفي ضوء ذلك أود أن أشير إلى التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة وضمان الوصول إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية لجميع مواطنينا، وأن الدعم الذي يقدمه بنك التنمية الجديد في هذه المجالات لا يقدر بثمن، ونحن نطلع إلى تعميق شراكتنا لتحقيق هذه الأهداف الحاسمة. وفي الختام أود أن أعرب عن عميق امتناني لبنك التنمية الجديد لدعمه وشراكته الثابتين بشكل
ويشكل اجتماع اليوم والجلسات اللاحقة خطة مهمة في رحلتنا معا لاستكشاف آفاق جديدة، وأشجع جميع الحاضرين على المشاركة في مناقشات مثمرة وتبادل الأفكار واستكشاف الحلول المبتكرة التي من شأنها دفع تقدمنا الجماعي معا، حيث يمكننا خلق مستقبل شامل ومستدام ومزدهر للجميع. فدعوني نغتنم هذه الفرصة لتعزيز روابطنا والاستفادة من نقاط قوتنا المشتركة ورسم مسار نحو مستقبل أكثر إشراقا، وشكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا معالي وزير الماليه الدكتور محمد معيط على هذه الكلمه. السادات والساده الحضور، يعتبر هذا الملتقى هو الاول من نوعه لبنك التنميه الجديد في دوله عضو في مجموعه بريكس بلس، وهو ما يؤشر الى توجه هام وجديد نحو تعزيز التعاون وتحقيق الاهداف المشتركه بين دول بريكس بلس من ناحيه ودول الاسواق الناشئه والناميه من جانب اخر. ننتقل الان مع حضراتكم الى كلمه معالي وزيرة التعاون الدولي معالي الوزيرة رانيا المشاط لتلقي كلمة عن هذا الدور، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، السيدة ديلما روسوف رئيس بنك التنمية الجديد، الدكتور محمد معيط محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد وزير المالية، معالي السادة الوزراء أعضاء مجلس سي النواب والشيوخ، السيدات والسادة السفراء وممثلي شركاء التنمية والجهات الوطنية، الحضور الكريم، يطيب لي الترحيب بحضراتكم في ملتقى بنك التنمية الجديد الذي تشرف وزارة التعاون الدولي بتنظيمه مع البنك، ويعتبر هذا الملتقى الأول الذي يعقد خارج الدول المؤسسة للبنك، كما أنه يعد تكليلاً لجهود حثيثة بدأت منذ أكثر من عام عندما شاركت مصر في اجتماع مجلس محافظي البنك في شنغهاي بعد قبول عضويتها رسمياً عام 2023، حيث تم وضع اللبنة الأولى لهذا الملتقى الذي يعقد تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد دعم سيادته لجهود توطيد العلاقات الاقتصادية مع بنك التنمية الجديد وتجمع بريكس. كما أود أن أتوجه بجزيل الشكر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تشريفه بالحضور ودعمه المتواصل للعلاقات مع شركاء التنمية. ينعقد هذا الملتقى في توقيت بالغ الأهمية، حيث يأتي بعد الزيارة الرئاسية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهورية الصين الشعبية خلال الشهر الماضي، وكذلك مشاركة مصر في القمة الكورية الأفريقية والاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية في مصر واجتماعات مؤسسة التمويل الدولية التي استضافتها القاهرة، كما أنه يأتي قبيل انعقاد مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، ليعكس التعددية التي تتميز بها سياسة مصر الخارجية وتنوع العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية. إن الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية الاستثنائية التي تواجهها اقتصاديات الدول النامية والناشئة التي تعاني جراء الأزمات العالمية المتلاحقة، وكذلك عدم قدرة المنظومة الحالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف على الوفاء بطموحات تلك الدول، تعزز من أهمية انعقاد هذا الملتقى لفتح آفاق جديدة للتعاون الإنمائي الفعال. ولا شك أن هذا الملتقى يمثل فرصة سانحة للخروج بأفكار تساهم في صياغة رؤية بنك التنمية الجديد في إطار مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف، مثل التوسع في التعامل بالعملات الوطنية أو زيادة استخدام آليات مبادلة الديون لمواجهة تغير المناخ وتسهيل وصول القطاع الخاص إلى التمويلات الميسرة. السيدات والسادة، لقد حرصنا أثناء الإعداد للملتقى أن تعكس فعالياته الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والفرص المتاحة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعريف مجتمع الأعمال في مصر بما يتيحه البنك من أدوات وآليات تمويلية مختلفة ومبتكرة تعزز من فرص تمويل التنمية في مصر. لذلك ستجدون تنوعاً كبيراً في الجلسات والموضوعات المطروحة للنقاش، تعكس مركز مصر الإقليمي والدولي ودورها كممر للتجارة العالمية ومركز لوجستي محوري، وأيضاً خطط التنمية في مصر، حيث تمثل الشراكة مع بنك التنمية الجديد دافعاً كبيراً لإنجاز تلك الاستراتيجيات.
ولم تغفل أيضاً أهمية دور البنك في تشجيع تعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي. إلى جانب ذلك، فإن الملتقى يحظى بتنوع كبير في المشاركة من مختلف الأطراف المعنية والمتحدثين. وتأكيداً على أهمية التوثيق وإثراء موضوعات النقاش خلال الملتقى، سيشهد الملتقى صدور تقريرين، الأول عن مصر ودول البريكس فرص واعدة، الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى تقرير الشراكات الدولية لدعم التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي الصادر عن وزارة التعاون الدولي حول الخطوات والجهود التي تمت لتعزيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب بين دول الجنوب. الحضور الكريم، لقد دبعت بحرص شديد ترأس بنك التنمية الجديد لاجتماع رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، والذي عقد على هامش اجتماعات الربيع في إبريل 2023 بواشنطن. وفي هذا الإطار، أؤكد اتفاقنا التام مع ما ذكرته السيدة ديلما روسوف في كلماتها الافتتاحية حول الحاجة الملحة إلى تطوير عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة متطلبات التنمية، وأهمية دعم آليات التعاون والتنسيق بين تلك البنوك بما يعظم من الجهود المبذولة لمواجهة التحديات. وفي هذا الصدد، فإن بنك التنمية الجديد يمكن أن يقوم بدور كبير لكي يحمل صوت الجنوب إلى باقي شركاء التنمية الدوليين. إن الدول الناشئة تعقد طموحات كبيرة على الشراكة مع بنك التنمية الجديد لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، خصوصاً مع تزامن الاهتمام العالمي بتسريع التحول نحو مسارات تنمية منخفضة الانبعاثات وارتفاع الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالمياً، والتي تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول 2030، والحاجة الملحة إلى التمويل العادل والتكنولوجيا. وفي هذا الصدد، فإن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية خلال مؤتمر المناخ COP27 تعد تطبيقاً عملياً لمبادئ التمويل العادل، وتمثل نموذجاً فعالاً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والتمويلات الميسرة للتعامل مع قضايا التكيف والصمود والتخفيف أمام التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات، خصوصاً على صعيد القارة الأفريقية، كما أنها تعتبر نموذجاً قابلاً للتكرار في دول الجنوب، وأيضاً كونها منصة تمثل انعكاساً لحرص مصر على تعزيز العلاقات الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي. السيدات والسادة، يمثل انضمام مصر وعدد كبير من الاقتصاديات الناشئة للبنك تطوراً إيجابياً ليس فقط على القدرات التمويلية للبنك، بل سيعمل على دعم وتوسيع البنك لعملياته في دول الجنوب، لا سيما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي ضوء الموقع الاستراتيجي والحضور المتميز التي تتمتع به مصر في تلك المنطقة، فإن مصر تسعى للقيام بلعب دور محوري لتكامل الجهود بين البنك ودول المنطقة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وفي إطار حرص مصر على أن تتميز فترة رئاستها للنيباد حتى عام 2025 تعزيز التعاون البيني بين الدول الإفريقية، خصوصاً فيما يتعلق بتبادل الخبرات بين دول القارة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات. وختاماً، أؤكد وأود التأكيد على أن المجالات التنموية ذات الأولوية لبنك التنمية الجديد، والتي تتمثل في الطاقة النظيفة، النقل المستدام، المياه، البنية التحتية، الصحة، التعليم، تكنولوجيا المعلومات، كلها تتقاطع وتتكامل مع رؤية مصر 2030 ومع مبادرتي الحزام والطريق والتنمية العالمية التي أطلقتهما الصين، وقد شرفت بالتوقيع على مذكرة تفاهم انضمام مصر لمبادرة التنمية العالمية في يوليو 2023، وهو ما يمثل فرصة مناسبة للتباحث حول آليات تدشين وتعزيز شراكات تنموية بين مصر وكل من بنك التنمية الجديد والجانب الصيني، وكذلك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتنفيذ عدد من المشروعات بتمويلات تنموية ميسرة، بالإضافة إلى نقل الخبرات. وأنني أتطلع أن يسفر الملتقى عن نتائج مثمرة ويمهد لشراكات بناءة في مختلف المجالات بين البنك والقطاعين العام والخاص، بما يدفع معدلات النمو والاستثمار. ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر للسيدة ديلما روسوف رئيسة بنك التنمية الجديد على ترحيبها ودعمها لانعقاد فعاليات هذا الملتقى وتشرفها بشخصها، وهو ما يؤكد إيمانها بفرص الشراكة والتعاون المثمرة بين البنك وجمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا.
شكرا معالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر المناوب لدى البنك، واسمحي لنا أن نتوجه لسيادتك بالشكر وأيضا لفريق العمل بالوزارة على تنظيم هذا الحدث الهام. ننتقل مع حضراتكم الآن إلى الكلمة التالية والتي سيلقيها السيد سينك رئيس اللجنة المالية 15 ورئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند، فليتفضل. Your Excellencies. أصحاب المعالي، اسمحوا لي أن أبدأ أن أقوم بالتعبير عن امتناني في البداية لمعالي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يقوم برعاية هذا المؤتمر، واسمحوا لي أن أقوم بإضافة أيضا أن أثناء رئاسة سيادتكم فإن العلاقات ما بين مصر والهند تمكنت من الوصول إلى قدراتها الكامنة. فعلى مدار العام الماضي معالي الرئيس، كان هناك الكثير من وقتك الذي قمت بزيارة الهند مرتين، وأن تكون ضيفا مشرفا لنا في يومنا في احتفالياتنا السنوية، ليكون هناك علاقات هندية مصرية والتي تحظى بإرث قديم. اسمحوا لي أيضا أن أقوم بشكر معالي دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى والدكتور محمد معيط الذين انضموا إلينا اليوم، وبخطابات معالي وزيرة التعاون الدولي ورؤيتها الذي قامت بوضع الحجر الأساس لرؤيتنا. شكرا معالي الوزيرة رانيا، وهذه المبادرة لجمع الكوكبة من المتحدثين في مواضيع مختلفة بالتركيز على دورنا. بالطبع فإن جوهر مناقشتنا اليوم وهو البحث في آفاق جديدة، وهذا يقودنا إلى الذهاب إلى رؤساء المجلس المشتركين لإعادة بناء الهندسة المالية العالمية التي ذكرتيها سيادة رئيسة البنك، والشروط والحقوق والالتزامات والحوكمة والإجراءات والخطوات لبنوك متعددة الأطراف، وفي داخل ذلك يتضمن على إيمان أن هذه المؤسسات التي تم إنشاؤها بعد فترة الحرب العالمية الثانية قامت بالنمو تحت موافقة واشنطن، قد قامت بالعيش فيما بعد هذه الفترة. ولهذا فإنني أعتقد أن اليوم والبحث في آفاق جديدة له أهمية. بطبيعة الحال فبالقيام بذلك فعلينا أن نكون على وعي وإدراك أنه من الأهمية أو من السهولة أن نقوم بإنشاء مؤسسات أنها عاشت ما بعد الفترة التي كانت محددة لها، وأن يتم إحلالها بمؤسسات جديدة. ولهذا فإنني أعتقد أن إعادة هندسة المالية العالمية، لأن هذه المؤسسات الجديدة التي سوف تقوم بإعادة معايرة هذا الوضع يجب أن يتم قبولها من الناحية الدولية وقدرة مالية، بالإضافة إلى القدرة لجذب رؤوس الأموال العالمية. ومن وجهة النظر تلك فمن خلال رئاستنا كنا نستطيع في الهند أن يكون لدينا مجموعة مالية، بالإضافة إلى صديقي السيد لاريس سامرز في هارفارد، ونحن نترأس هذه المجموعة. نحن نقدم تقرير نسميه الجدول الأعمال الثلاثي
الذي يضاعف 3 أضعاف المهام وأيضا الفرص والأبواب. وقمنا بتقديم تقرير ثاني في اجتماع مراكش السنوي الذي إذا ما تذكرت السيد معالي الدكتورة رانيا ومعالي الرئيسة دالمار سمناها في مراكش كانت واضحة من قبل مجموعة 20 وهي موجودة في الإعلان ليس فقط في مراكش ولكن أيضا في إعلان نيو دلهي وقد حددت 3 نقاط. قلنا أفضل، قلنا NDP أفضل، أفضل بأي طريق بخلق مشترك من خلال منصات متعددة في دول متعددة وأن نعمل عليها بدلا من مشاريع فردية والعمل سويا كأسرة. وهذا من بين التي أكدت عليها الرئيسة دالمار أن نعمل كأسرة وأن نكون أكثر جراءة، أكثر جراءة من خلال نقل التركيز من محاولة الابتعاد عن المخاطر ولكن اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات والمعرفة من خلال توسيع والابتكار من خلال مشاركة الأدوات لحشد رؤوس الأموال الخاصة وأيضا أكبر، أكبر بأي شكل، أكبر لكي نقوم بالاستفادة من الموازنة الخاصة بالNDP لكي نجلب التغيير ليس فقط مضاعفة 3 أضعاف القدرة ولكن محاولة الوصول إلى ما هو أبعد من ذلك والتأمين والاستمرار في مشاركة تلك رؤوس الأموال وأكبر من قدرتها للوصول لمواجهة أيضا التحديات بعد الرئاسة الهندية. فإن الرئاسة البرازيلية الحالية جلبت مبادرات جديدة أيضا في بعض المناحي الرئيسية حول الدين، حول عدم المساواة وحول البيئة. نحن نأمل أن من خلال هذه المبادئ فإن الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والتي سوف تأتي بعدنا سوف تستمر في تعميق هذه المنظومة ومجموعات الخبرة، مجموعات الخبراء تم دعمهم من خلال المؤسسات المختلفة العاملة في مجال الاستيراد والتصدير. معالي الوزيرة رانيا، لقد قمنا بتقفي وتتبع التنمية والتطور على مدار الأشهر القليلة الماضية في التقرير الماضي والتي شجعتنا لأننا نحظى بهذا المؤتمر اليوم كان في 29 مايو. حدد ما أحرزناه وما أخفقنا في إحرازه والمسافة الطويلة التي لدينا المواقع أمامنا لكي نقوم بتغطيها وعلينا أيضا أن نعترف ببعض المخاوف. أولا التدفقات للدول النامية ودول الجنوب قد انخفضت بنسبة 48% في 2022، 51 بليون دولار، وهو أقل منذ الأزمة العالمية. توقعات تحدد أنها سوف تنخفض أكثر 100 بليون دولار على مدار العامين القادمين، وهذا يعني أن 50 بليون سوف تخرج من هذه الدول في 2024. طبقا للدراسات فإن الدول المتطورة دفعت 50 بليون أكثر مما حصلوا عليه، وهذا علينا أن نسأل أنفسنا وأن نقوم بالتعرف عليه. إذا نظرنا إلى الدين الخارجي، والرئيس دالمار كنت تتحدثين عن المشاكل الخاصة بالدين الخارجي، لقد ارتفع بنسبة 40 بليون في 2023، وخدمة الدين، نسبة خدمة الدين في لدول الصحراء الأفريقية قد وصل من 21% إلى 32%. وطبقا للتقييمات العالمية المالية فسوف يصل إلى 315 بليون في 2024، وهذا وضع محزن لأن هذا للربع الثاني
فإنه بسبب خدمة الدين الذي يصبح أكثر صعوبة لمستويات غير مسبوقة لتلك الدول، 105 بليون دولار، 55 تريليون، أكثر من وضعها منذ 10 أعوام. ولكل هذا فإن التدفقات المالية الخاصة بدلا من أن تكون من الداخل 200 بليون خرجت من الدول الجنوبية. لذا فإن هذا أيضا من بين الأمور التي علينا أن نراعيها في الاعتبار، والدول التي لم تستطع أن تقوم بالتعافي حتى بعد للوصول إلى الأوضاع ما قبل كوفيد وتحليل كل وكل هذه التحليلات في البنوك متعددة الأطراف ليست في مساراتها لمتطلبات التمويل بحلول 2030، هي ليست طبقا للخطط لحشد رؤوس الأموال، ولسنا في على الخطى التي كنا نتوقعها في مضاعفة عمليات الإقراض. وبما أنني قلت كل هذا فإنني أود أن أنتقل أن هذا سوف يشكل صورة ضبابية في العالم، ولكن لا بأس، هناك بعض الأشياء الإيجابية مثل على سبيل المثال الاعتراف المتنامي في هذه البنوك أنها قادرة على زيادة وتوسيع ما يقومون بالعمل فيه، وأننا هذه لم تأتي على تكلفة على التنمية المستدامة. لقد عرف البنك على أن هناك تحديات بذغت، وقد قاموا بذكر ذلك في تقريرهم العام الماضي في ربيع 2023، وسموها تطور البنك، مجموعة البنك الجديد، وقاموا بتغيير الذي سوف نشهده. إذا ما تذكرتم فإن من الناحية التاريخية فكان البنك الدولي نقطتين، الفقر وأيضا الرفاهة. في الأول في تقديم في سبتمبر 23 قاموا بتغييرها لكي يقولوا إنهاء الفقر في كوكب نستطيع العيش فيه. وهذه هي المسائل المتعلقة بالتغيرات المناخية، فقد تم تحديدها، وأيضا المنتجات أو الفقر. وإذا ذهبنا إلى الربيع أو لقاء الربيع، لقد كنتم سيادتكم هناك معالي الوزيرة رانيا، فإن المستند الجديد أطلق عليه من الرؤية للأثر تطبيق هذا خارطة الطريق الجديدة، وهذا يتضمن الكثير من المناحي الإيجابية، تقليل وتحضير وقت المشروع إلى 17 شهر بدلا من 25. سعادة الرئيس ديلمار، أنت ما زلت تعرفي أنه منخفض 17 شهر، إنها أفضل من 25، ولكنها ليست كافية. علينا أن نقوم بتقليل هذه الإجراءات والخطوات لتقليلها لحوالي 10 أشهر فقط منذ الرؤية حتى عملية صرف الأموال. وقد قمنا في يوليو بإتاحة منصة وأن يكون هناك منهجية تركز على المشاريع ذات الأثر الكبير وتقليل عملية المخاطر ومضاعفة الضمانات لعشرين تريليون لكي نصل إلى الـ NDBs أو ما تستهدفه الـ NDBs، وباستخدام الـ IDB لضمان أن تقليص المخاطر والمشاركة مع القطاع الخاص من خلال معمل البنك الدولي. بالإضافة إلى ذلك، وقد كنتم جزءا من ذلك سيادة الرئيسة ديلمار، العشر NDBs بضمهم أيديهم في أيدي بعض لكي يكون هناك منصة تمويلية اسمها Global Collaborative Co-Financing Platform. هذا الجديد هو جزء لا يتجزأ تحت رئاسة سيادتكم، وبالانتقال قدما كيف أرى السيناريوهات؟ أولا
فإننا نحن كمجموعة خبراء مستقلين نحن ندين لذلك بأنفسنا أن نقوم بعملية مراقبة وتقفي التقدم. نحن نأمل أن تكون بريكس قادرة على المشاركة في هذه العملية التمويلية. علينا أن نقوم باستدامة الإصلاحات للهندسة المالية لتماشي مع ما التزمنا به بشكل أفضل وبشكل أكبر أيضا. دعونا لا نغفل عن هذا من خلال استخدام القوائم المالية الحالية وتحسين نسبة الأصول والإجراءات. وفي نواحي أكثر أهمية علينا أن لا نغفل عنها تلك المناطق الهامة هو أن رؤوس الأموال يجب أن يتم زيادتها لتمكين هذه البنوك من الوفاء بتلك الالتزامات. كان هناك بعض المعايير الهامة، فإن البنك الأفريقي للتنمية يبحث عن تمويل ابتكاري 750 بليون دولار. البنوك الآسيوية قامت أيضا بتعديل إطارها. البنك الدولي تتبنى أدوات جديدة أهمية 57 بليون دولار من خلال تبني الأدوات الجديدة. وأيضا كيف نستخدم الضمانات بشكل أكثر فعالية. إن الدول لم تقوم باستخدامها بهذه الفعالية لأن هناك نسبة على البيروقراطية. من الأسهل أن أقوم بالاقتراض على موازنتي بدلا من أن أجتذب المصادر من خلال استخدام ضماناتي بشكل أكثر ابتكارا. وفي هذه العملية هناك درسان مستفادان. أولا، أتعرفون سيادتكم أن الكثير منا، هل يعرف الكثير منا عناصر المضاعفة الموجودة أو المضمنة من خلال الجهات الإشرافية؟ وما أعني بها هو هيئات معالي وزير المالية. سيادتك تعرف كيفية التعامل مع تلك الأساسيات والنظر إلى منظومة بازل وكيفية التماشي مع تلك الهيئات، ولديها ازدواجية في المعايير لتعطيك فقط تقييما. إنهم لا يقيمون بناء على المخاطر الحقيقية للأسف، إنهم يقومون بالتقييم بناء على المخاطر الجغرافية، وهذا غير عادل. فإن المخاطر لدول الأوECD يتم النظر إليها بشكل مختلف، واقع أنهم أيضا في نفس الهشاشة لتلك الدول الموجودة في أماكن أخرى في العالم. لذا فإنني أعتقد أن الأخلاقيات وتوحيد المعايير من قبل الجهات الإشرافية خاصة المؤسسات التقييم يجب أن تكون أكثر عدالة، وهذا تحد هام جدا. حتى ونحن نقوم بتبني أو استخدام التكنولوجيا نحن نلحظ زيادة القوة لإنترنت الأشياء وأيضا الذكاء الاصطناعي وفور أومني وكل هذه الأشياء المختلفة الأخرى في هذه الأيام. فأنت ستفاجأ عندما نرى الدكتور لاري سامرز عضو في AIF لأربعة فقط، والتغييرات التي سوف يتم جلبها. ولكن علينا أن نقوم باستخدام هذه الفرصة باستخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة النظر في إجراءاتنا لتعزيزها وتقويتها وتقوية دور البنوك التنموية وجعلها أكثر فعالية عن ما كانت عليه في الماضي. وبما من الجدير بالذكر أيضا أن السير في هذا الطريق لسبب من أو لآخر بما فيها بعض المشاكل المحلية والقيادة للكثير من العمليات الإلكترونية والنظر إلى تلك الدول، علينا أن نسعى أيضا
للدعم الأيديولوجي، لأننا إذا كنا سوف نقدم انتقالا من يتحلى بنظام بما في ذلك ذكر معالي الدكتورة رانيا 5 بليون دولار يتم تقييمها، وبافتراض أن الكثير منه تم جذبه من خلال حشد التمويل المحلي، لكن ما زال هناك تحدي كبير أمامنا. وقبل أن أختتم اسمحوا لي أن أتحدث في نقطة أو نقطتين عن البريكس، فإن عضوية بريكس التي ذكرتموها سيادتكم منذ العام الماضي قد تم الترحيب بها، فإن بريكس عضوا هام من في مجتمع البريكس، ولكن هذا يتضمن أيضا احتماليات الجديدة للبريكس، فإن اقتصاد البريكس أصبح الآن يمثل 28% من الاقتصاد العالمي، 48% من التعداد السكاني، وتحت رئاسة سيادتكم فإن بريكس بنك البريكس الذي يوجد به 9 أعضاء أصبح لديه 51 بليون دولار رأس مال مسجل في تحضير والحفاظ على سبيل المثال الجهود في التقدم، ونحن نحضر لكوب 29 في أذربيجان، ونحن نحضر من أجل الأمم المتحدة الذي تم دعوة إليه في سبتمبر، فإن بريكس من الممكن أن تكون أن تلعب دورا هاما في كل هذه المبادرات الهامة المرتقبة أمامنا. المؤتمر البريكس، فإن رؤساء الوزراء الخارجية للدول البريكس سيتقابلون ليقوموا بالنظر إلى كيفية أو محل وقوفنا من كل هذه الأحداث. هذا المؤتمر على مدار يومين هام جدا لانعقاده في هذا الوقت تحديدا، لأن هناك الكثير من الاكتذاب. هذه هي اللحظة الصحيحة لبنوك متعددة الأطراف العاملة في التنمية للاستجابة لهذه التحديات. هذا هو الوقت الصحيح لنلحظ أن دعوتنا اليوم تبحث عن أصحاب الأسهم أن علينا أن نشارك باهتمام وبشكل مبتكر لهذه المسؤوليات العالمية، وبشكل أيضا به وعي للمستقبل الخاص بالإنسانية. وفي على بغض النظر عن التكاليف، فإن هناك مثال إنجليزي: لا تستطيع أن تفعل أي شيء سوى أن أخذ الحصان إلى المياه، ولا أستطيع أن أقوم بإجباره على الشرب. وأعتقد أن مصر تقول نفس المسألة بالنسبة للجمال. إن التقارير أخذت على عاتقها أن يكون الأطراف مسؤولون عن ما ينبغي عليهم أن يقوموا به بشكل مسؤول. إن اجتماعنا هنا اليوم يتحدث عن هذا الصوت المنطقي الذي يسعى إلى العمل من قبل الدول المختلفة التي كانت في الماضي هي المحرك لهذه للهندسة العالمية المالية. شكرا. شكرا للبروفيسور سينك الاقتصادي والسياسي الهندي المرموق على هذه الكلمة. وختاما السادات والسادة الحضور ضيوفنا الكرام، ختام كلمات الجلسة الافتتاحية، يشرفني أن أرحب بدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي سيلقي كلمة نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، الذراع الاقتصادي والمالي لتجمع البريكس. معالي السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الهيئات الدولية، السيدات والسادة الحضور،
في البداية اسمحوا لي أن أنقل تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لسيادتكم جميعاً، وتمنياته بأن يكون هذا المحفل الهام مثمر وبناء إن شاء الله لخدمة كل الدول العضوة في تحالف البريكس وبنك التنمية الجديد. وإنه لمن دواعي اعتزازنا أن يقع اختيار بنك التنمية الجديد على جمهورية مصر العربية لتكون أول دولة من أعضاء البنك يعقد بها هذا الملتقى رفيع المستوى والأول من نوعه، بهدف استعراض أنشطة البنك المختلفة التي يتيحها سواء من خلال نوافذ تمويلية ميسرة أو دعم التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، والتعريف بآليات دعم القطاع الخاص مثل المشاركة في رأس المال وتقديم التمويل الميسر والدعم الفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يمثل عقد الملتقى فرصة مواتية لعرض أهم المبادرات التنموية في مصر وأوجه التقدم المحرز في إطار التنمية المجتمعية ومكافحة الفقر وتشييد البنية التحتية، وكذلك جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص. ونتطلع لعقد حوار فعال ومثمر حول الدور الهام للشراكات الاقتصادية جنوب-جنوب وبخاصة مجموعة البريكس بلس في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية ضمن إطار استراتيجيات تحقق المصلحة للجميع مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات في استراتيجيات التنمية المستدامة. السيدات والسادة، يأتي هذا الملتقى في مرحلة دقيقة للغاية على خلفية تطورات إقليمية ودولية خطيرة كان لها أثرها السلبي على العديد من اقتصاديات الدول الكبرى والدول الأقل نمواً على حد سواء، الأمر الذي يضيف أهمية كبرى للدور المنوط ببنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ خططها التنموية في ظل التراجع في سبل الحصول على التمويلات الميسرة وانخفاض التصنيف الائتماني للدول نتيجة لارتفاع المخاطر وعدم نجاح النظام الدولي الحالي بآلياته القديمة في مواجهة تلك التحديات. ومن هذا المنطلق فإننا مع تفهمنا الكامل للتحديات الدولية والحاجة للمزيد من الجهود لإصلاح منظومة الحوكمة في النظام المالي العالمي، فإننا على يقين بأنه من خلال تضافر جهود الدول الأعضاء والبنك سيتم تجاوز الأزمات الحالية والوصول إلى نظام دولي أكثر عدالة وإنصافاً. ومن جانبنا فإننا نتطلع بمزيد من الأمل إلى الخطط المستقبلية للبنك لتحفيز التعاملات بالعملة المحلية والاستفادة من الآليات المبتكرة والضمانات والدعم الفني الذي يتيحه البنك للقطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي لإيجاد بيئة دولية أكثر دعماً للاقتصاديات الناشئة والدول النامية. السيدات والسادة، سعت مصر خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة العالمية وما فرضته من تحديات من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة لخفض التضخم وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي ودعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات بالتوازي مع دعم قدرات القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار قانون المنافسة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، فضلاً عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد أسهمت تلك التطورات الإيجابية في تعديل وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من مستقرة إلى إيجابية، ومدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة. السيدات والسادة، إن حكومة جمهورية مصر العربية اتخذت توجهاً منفتحاً على كافة دول العالم ومؤسساته المالية دون تمييز أو تفضيل، والتوجه الاستراتيجي لمصر نحو مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد لا يجب بأي حال من الأحوال تفسيره بأنه معاد لأي جهة أو أنه في إطار السعي لمواجهة النظام القائم،
حيث أن هذا التوجه الاستراتيجي إنما يهدف للعمل على المديين المتوسط والطويل من أجل إصلاح النظام الحالي الذي كان قد تم بناءه انطلاقاً من معطيات لم تعد واقعية. وعليه فإننا نرى أن إنشاء بنك التنمية الجديد كان ضرورة حتمية لمعالجة أوجه القصور الحالية وتسهيل النفاذ للتمويل الميسر دون توسيط معايير مكحفة وغير منطقية. ومما لا شك فيه أن انضمام أعضاء جدد للبنك وتوسيع عضوية مجموعة بريكس سيساهم في تحقيق التوازن المأمول في النظام النقدي العالمي ويعطي ثقلاً دولياً للبنك، خاصة أن عدداً من الدول المنضمة حديثاً تمتلك صناديق سيادية كبيرة ومن كبار منتجي الطاقة، الأمر الذي سيعزز من قدراته التمويلية وتوسيع عملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. كما أن تواجد 3 من منتجي الحبوب الرئيسيين في العالم سيعزز الأمن الغذائي العالمي. السيدات والسادة، في ضوء المشاركة الرفيعة التي لمستها اليوم من هذا الحضور، فإنني على يقين بأن الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر سيشهد حواراً متميزاً وبناءً وأفكاراً مبتكرة تساهم في تحقيق ما نصب إليه من رخاء ونمو. كما أتمنى للسيدة روسيف زيارة مثمرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس غداً تطلع فيها على ما تم إنجازه من نجاحات، كما أتمنى لبنك التنمية الجديد المزيد من النجاحات، راجياً أن يأتي اليوم الذي نشهد فيه إنشاء أول مكتب إقليمي للبنك هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون بوابة البنك إلى أفريقيا وأوروبا وأسيا. وختاماً أتمنى إقامة سعيدة لضيوفنا الكرام، وشكراً لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على هذه الكلمة. والآن السيدات والسادة الحضور الكرام، ننتقل مع حضراتكم إلى جلسة نقاشية. هذه الجلسة تديرها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر المناوب لدى بنك التنمية الجديد، وفي هذه الجلسة تحاور فيها البروفيسور سينغ الاقتصادي والسياسي الهندي المرموق لاستخلاص بعض الرسائل الهامة عن تجمع البريكس بصفة عامة ودور بنك التنمية الجديد بشكل خاص والتحديات والحلول التمويلية للدول الناشئة ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف في هذا الشأن. دكتور رانيا، بروفيسور سينغ، the floor is yours. صباح الخير مرة أخرى. عايزين نرحب ببروفيسور سينغ في مصر. Professor Singh, we want to welcome you. We know you took a very long trip here, given the significance of being the first NDB. NDB أول سيمينار خارج الدول المؤسسة للبريكس. لدي 3 أسئلة لكم، وسبب أننا قمنا بهذا هو أن يأخذ السادة الحاضرون بعض الرسائل التي تستفيد بها من خبراتكم عندما نتحدث عن هذه المنظومة وعن البريكس. عندما تم إعلان هنا في مصر أن مصر تنضم إلى البريكس، كان هناك الكثير من الشغف داخل الدوائر المختلفة في المجتمع، الأكاديميون والبرلمانيون والأعمال. أود أن أسألكم، عندما تفكر في البريكس، فهل هي مكون مكمل للمنظومة العالمية أم يجب أن يتم النظر إليها كبديل أو منافس؟ كيف ينبغي علينا أن نفكر في تكتل بريكس، وكيف سوف يكون ذلك مفيدا لمصر؟ شكرا جزيلا معالي الوزير، إنه شرف لي أن أكون هنا
مع السادة الضيوف ومع المبادرة ومع معالي دولة رئيس الوزراء ووجودي هنا وهذه المبادرة والوزراء المختلفون ووزير المالية. وشكرا، ويسعدني ويشرفني أن أكون جزءا من ما يطلق عليه هذه الرؤى، أول اجتماع في الخارج الدول المؤسسة كما تفضلتم سيادتكم، وهذا النوع من التفاعل. السؤال صعب عندما نتحدث عن مستقبل البريكس بشكل معين، لماذا تعد البريكس مهمة؟ اسمحوا لي أن أتحدث أو أن أقول أن أتناولها بعدة طرق. أولا، هل تستطيع أن تكون هي ضمير العالم؟ هل هي صاحبة الوقت؟ هل هي من ستأخذ الأسواق؟ رؤوس الأموال العالم يحتاج إلى كيانات مثل البريكس لكي تقوم برأب الفجوة، على سبيل المثال مثل ما ذكرت وجود سياسات أكثر توحيدا والتطبيق أو أساليب تقييم أو محاسبة أو أسواق تقييم المخاطر وطبيعتها، جعلها أكثر أو أقل تمييزا. أنتم جميعا سيادتكم تعرفون أننا اليوم دولار من موازنة البنك الدولي للبنوك التنموية يحصل على 7 دولار من رأس المال عام، ويحصلون على 0.6 إذا كانت رؤوس الأموال الخاصة. أعتقد أن هناك الكثير من المعلومات أو فجوة المعلومات الموجودة. ما الذي نستطيع أن نقوم به؟ معالي رئيس الوزراء تحدث عن نقطتين هامتين، أولهما هو أنني أعرف أن معالي وزير المالية أيضا ذكر أن نأخذ أو ننظر إلى التدفقات أو نسبة العملة. أعتقد أن لديهم دورا هاما ليلعبوه لنستطيع أن نقوم بمواجهة هذه التغيرات، ولديهم أيضا دور هام يلعبوه لاستخدام الضمانات. علي أن أقول أيضا أن مصر ودخوله إلى البريكس يجعل وجودها أكثر عمقا، وهي جزءا هاما من العالم وتساعد قدرتها على الوصول، كما أنها ترفع صوت الجنوب وضمان أن البريكس سوف يصبح هو حافظ ضمير العالم وقادرا على أن يقوم بالإصلاحات الأكثر في منظومتي المالية. أنا أعرف، شكرا لك جزيلا، وأعتقد أننا سوف نلعب دورا هاما في هذه النقاشات، بما أن العالم يبحث عن رؤوس أموال، فإن الدول النامية والأسواق البادغة و50 بليون وخروج الأموال هام. في رأي سيادتكم، ماذا ينبغي على السياسات أن تكون عليه لكي تغير هذا، أو بنوك التنمية؟ هناك الكثير من الخبراء ومجموعات الخبرة، ما هو الحل لتقليل الأموال الخارجة؟ علي أن أقول معالي الوزيرة أن ما يتبادر إلى ذهني هو أن 4 أو 5 نقاط في محاولة تقليل المخاطر التي تبحث عنها، سواء كانت تشريعية أو كانت أنواع أخرى. أعتقد أن النقطة الهامة التي ينبغي أن تقوم بها هو تقليل أو إتاحة الداتابيز أو قاعدة البيانات المفتوحة. هذا سوف يقلل كثيرا من الرؤى الخاطئة في المخاطر غير الحقيقية، على سبيل المثال الأنظمة التشريعية أو عدم التأكد التي من أشياء أخرى، على سبيل المثال مثل معدل الصرف ونيجا ولعبها لدورا أكثر
أكثر أهميا فيما تستطيع ميجا أن تقوم به. إذن فإن الجهد الأول والأهم يجب أن يكون محاولة مواجهة وجهات النظر الخاصة بالمخاطر لرأس المال الخاص وإتاحة بعض المعلومات الإضافية وسماح لهذه الموازنة الخاصة ببنوك التنمية أن تقوم بمواجهة بعض هذه المخاطر، وهذا سوف يجتذب رؤوس أموال خاصة أكثر، لأن علينا أن نقوم بتشجيع ذلك، لأن سيادتكم على علم أن جزءا كبيرا لتمويل المناخ سوف يتم من خلال الأموال الخاصة، وأن هذه البنوك عليها أن تعمل مع بعضها بتماشي مع بعضها، ولديهم دورا هاما جدا ليلعبوه سويا. سؤالي الأخير لسيادتك يخص الـ NDP أو بنك التنمية الجديد. نحن نخلق وعيا حول للأعمال في مصر وللحكومة وللمفكرين عن ما يقوم به البنك، أدواته وأولوياته. من وجهة نظر سيادتكم ومن تحليلكم للصورة الأكبر وللأفضل الخاصة بنوك التنمية، ماذا يستطيع البنك التنمية الجديد أن يقوم به لنا كدول الجنوب، خاصة أننا جميعا نضع الكثير من التأكيد على أصواتنا التي نقوم بإرسالها من خلال بنك التنمية الجديد. أنا أعرف أولا أن علينا أن نكون براغماتيين لكي نتعرف وأن نلحظ أن وحدة كل من هذه البنوك لديهم أنظمتهم الخاصة ونظم إدارتهم، وأيضا أن هذا يجب أن يتم احترامه، وكل ما علينا أن نقوم به يجب أن يكون ضمن إطار احترام الفردية. وبما أنني أقول هذا، فهناك مثال قديم، أن عادة في الحياة فإن المنتج النهائي أكثر من مجموع الأجزاء. فإن البنك نظاما كلاسيكيا يعمل بالتماشي مع بعضه، فسيصبح المخرج أفضل وأكبر بكثير مما كانت تستطيع البنوك أن تقوم به بشكل منفرد. إذن النقطة الثالثة، ما هي السبل التي يستطيعون أن يعملوا من خلالها من ناحية معايير التقييم ومن ناحية المساءلة وإجراءات المساءلة وعدم مضاعفة أو القيام بنفس المسألة مرتين؟ إذا قام أحد البنوك التنمية أن يقوم بتقييم لمشروع بنية تحتية، لا ينبغي أن نقوم بالقيام بنفس المسألة مرتين، وفي بعض الأحيان يكون في نفس البنك أو إرساله من بنك تنموي إلى آخر. المعايير والتقييم في بناء، على سبيل المثال، منصات الدول السيادية، فإنه إن كان لدينا هذا فسوف تقوم بإدارتها، وأن يكون لدينا خط إنتاج للعروض الاستثمارية الآلية لتمكين هذه البنوك من العمل بسيمترية كاملة. إحدى الأشياء الهامة التي حدثت هي مبادرة نحتاج إليها لتقييم لتعميق المؤسسات لكي يتقابلوا أو يلتقوا بشكل أكثر دوريا، بدلا من المقابلة في الربيع واللقاء السنوي للIMF، لأن جميعهم يكونون موجودون في بعضهم يتقابلون بشكل منفصل. نحن نحتاج إلى تنظيم مؤسسي لكي نستطيع أن نرى من خلال الأدوار أن كل NDP يستطيع أن يأخذ دورا لكي يقوم بعقد اجتماع لهذه البنوك على الأقل مرتين سنويا، وجعل هذا في أيضا مضافا إلى الاجتماعات التقليدية.
في تبادل وجهات النظر والقرارات وعمليات اتخاذ القرار وتحديد نظم التمويل واستخدام على سبيل المثال القدرات التي قد تكون كامنة أو موجودة لدى أحد تلك البنوك التنموية وقد تفيد بنكا آخر في مسعاها. أعتقد أن هذا سوف يمكن تلك البنوك للعمل كأسرة وبشكل أكثر تناغما وعلى صعيد محلي أيضا بدلا من أن داخل أطرهم الخاصة. شكرا جزيلا على تلك الرؤى. من الحديث عن المنصات فإن مصر لديها منصة نوفي ونحن نعمل مع كل الـ NDBs بشكل مجمع فسوف نقوم بمناقشة ذلك من وجهة نظر جنوبي جنوب. نود أن نشكرك على حضورك ونشكر الجميع من قاموا بمشاركتنا اليوم في فتح هذا المنتدى في مصر. شكرا جزيلا. شكرا لك معالي الوزيرة. Thank you, Professor Singh. Thank you, Dr. Rania Al-Mashat. كل الشكر والتحية والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لتشريف هذه الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى الأول في مصر. شكرا دولة الرئيس.